معانا بمجدي طبعا بطل العالم في الكاراتيه، ليه بطلتنا الاولمبيه جيانا فاروق ابنه النادي الاهلي اللي قدرت تحقق ميداليه تاريخيه، تقولي اللي بطلتنا الاولمبيه جيانا. انا بقول لجيانا يا اختي الصغيره قبل ما تبقى بطله، يعني النهارده الانجاز عظيم جدا، النهارده يوم للتاريخ، هي حققت الميداليه اللي كل واحد في اسره الكاراتيه كان بيتمناها بقاله سنين، ان الكاراتيه يدخل الاولمبياد وانه يقدر يجيب ميداليه وانه يساهم في جدول الترتيب لمصر. دي حاجه بالنسبه لنا عظيمه جدا جدا. جيانا شرفتنا والميداليه بتاعتها غاليه جدا علينا وكانت تستحق الذهب، لكن الحمد لله الحمد لله. عندنا تكريم هيتعمل قريب وهنعلن عنه قريب، وكابتن محمود الخطيب ادى قرار بمضاعفه مكافاه جيانا، وطبعا خبر حصري يعني، وباذن الله قريب جدا هيبقى في احتفال وكلكم مدعوين ليه.